أسدل شهر التراث ستاره بمدينة جيجل، شهر استرجع الزوار من خلاله دفء الأصالة وحكايا الجدات عبر معروضات كانت المرآة لزمن لم تبق منه إلا الرائحة. اليوم يوم فرحة، واللي زاد الفرحة بالاحتفال بهذا الشهر هو مشاركة العديد من الجمعيات، خاصة المرأة الريفية، جمعيات نسوية. أواني وملابس وأطباق أعادت ذاكرة البعض إلى زمن الجدات، وكانت بمثابة الكنز في يد جيل ما زال عبق الماضي يسكنه. عندنا شهر وحنا نستمتع بريحة الجدات والأجداد وكل ما هو قديم على النمط اللي ترباو به الأجداد ديالنا وكيش عاشوا. شهر ميزه الحضور الغفير للجمهور بمتحف كوتاما ودار الثقافة، فكان دليلا على أن الأصالة مهما اختفت في الشارع فهي في القلوب لا تزال حية ترزق. كما راك تشوف الجمهور جانا بكثرة والعائلات بحضور يعني النساء وأولادهم، وهذا يعني نوتر اوبجيكتيف. العارضون القادمون من مختلف مناطق الولاية كانت فرحتهم كبيرة بعودة الروح ولو شهرا في السنة. جيسبيغ هذو الأولاد كل جاي الجيل الجديد يحكم في الماضي، ما يخليش الماضي يروح، يحكم في هذاك ويحكم في الأجداد ويحكم في كلش. رحل شهر التراث، إذن أكيد ستعود الأواني وذكرى حكاياها إلى الأقبية المظلمة تنتظر موسما آخر للهجرة نحو المتاحف، ولسان حالها يردد زوروني كل سنة مرة.